السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للذين يحبون تربية النحل ولا يجدون ما يمكنهم من الحصول على نحل، أرخص طريقة وأسهل طريقة للحصول على طرد نحل باستعمال كرتون من الموز وحبة من الليمون. في الكرتون كالذي أمامكم كرتون مناسب جدا ويحبه النحل وله رائحة طيبة جدا، وأنا رأيت بنفسي في فيديوهات أن النحل دخل إلى كراتين فارغة في بعض البيوت وأسس فيها خلية وأعشاشا للنحل. وهذا الكرتون يتكون من قطعتين يتداخل بعضهما في بعض، وإذا فتحته يصبح هكذا قطعتين بينهما ورقة للمحافظة على الرطوبة والمحافظة على جودة ونضوج الموز إلى أن يخرجونه منه. إخواننا المشاهدين، نأتي بالورقة ونقطعها من النصف وسوف ترون ماذا نفعل بها. ها هو أيها الإخوة، نقطع هذه الورقة التي داخل كرتون الموز ونقطعها إلى قطعتين ذو حجم واحد، ومن ثم نلصقه بأعلى وأسفل الكرتون لأنها كما ترون مفتوحة من الأعلى ومفتوحة من الأسفل بعد. وكما ترون أيها الإخوة، ألصقنا القطعة الورقية بباطن وسقف الكرتونة، وإذا ترون من قريب انظروا أيها الإخوة من كل الجوانب، حتى إذا التصق النحل بالسقف لا ينزل الورقة وينهدم بيت النحل، لأنه في بعض الأحيان يبقى النحل لأيام ويبني الشمعة داخل الكرتون. نحن نتقدم في هذا الفيديو شيئا فشيئا. هنالك من يريد أن يهتم به أكثر حتى وإن كان يكلفه بعض الشيء، وهناك من يريد أن يأتي بصندوق وليمونة ويدهنها بها ويوزعها أطراف الحديقة أو فوق سطح البيت أو في أي مكان يشك بأن فيها نحل شارد أو مناحل قريبة يمكن أن يفلت طرد من المنحل ويأتي بهذا الاتجاه. فأيها الإخوة، من أراد أن يكتفي بهذا القدر يكفي أن يأتي بالليمونة ويقطعها ويدهن بها داخل الصندوق بالكامل ويهرسها ويجعلها قطعا ويوزعها داخل الكرتون لينبعث منه رائحة الليمون. والنحل في أوقات الطرود يبحث عن الحمضيات بشدة ويلتف حولها. فأيها الأخ، إذا دهنت الكرتون بالليمون يكفي أن تغلق الكرتون هكذا وتأتي إلى هذه المنطقة وهو معلمة كأنه موضوعة لصنع باب للخلية. هذه الشركة جعلها مكتوبة هكذا، لا أدري لماذا، لكنه مكان مناسب وحجم مناسب لفتحة السروح في هذا الاتجاه. وبعد ذلك أيها الأخ،
حتى لا نطول عليكم، غلفنا الكرتونة بنايلون بحجمه تماما مما يغطيه بالكامل، وفي الجوانب ألصقنا الزوائد بالأشرطة اللاصقة في كلا الجانبين ومن الخلف أيضا، ولا يحتاج إلى فتحات أخرى، وهذه فتحة السروح تجعلها هكذا، تقطعها من هذا الجانب وتفتحها هكذا، ويكون هذا منصة لذهاب وخروج النحل منها. وهناك من لديه إمكانيات واستعداد كي يهتم به أكثر ويضمن حظه بحجم أكبر ويجرب أشياء أخرى، ولدينا أشياء تضمن أن النحل يخرج ويدخل إلى الصندوق، وهذه هي الفلسفة والفكرة من وضع مواد غذائية وروائح طيبة داخل الصندوق من شمع أو أي مادة أخرى أو ليمون أو حتى خل أو أي شيء آخر. وسوف نريكم بعض الأشياء التي تجعل النحل يضطر إلى دخول هذا الصندوق والخروج منها. وهناك بين النحل نحل تسمى النحل الكاشف، وهو مثل النحل السارح، يذهب ويفتر ويدور على مصادر الغذاء، وإذا كان هنالك طرد فالنحل الكاشف يذهب ويكشف، وفي كل الاتجاهات يذهب النحل الكاشف ويكتشف، وكل نحل يأتي بفكرة لديه أن هنالك مكان يوجد بهذه المواصفات، والنحل التالي يأتي ويتحدث أن هنالك مكان بهذه المواصفات، ومن ثم يقررون أي صندوق أو أي كرتون يذهبون إليه. ومن الأشياء التي أضفناها إلى الفيديو وهو جديد حصريا لهذا القناة، أنه هنالك طرق فريدة تجعل النحل يدخل إلى الخلية ويخرج منها بكثرة من غير أن يكلفك شيئا. ومن هذه الأشياء مثلا هذه قارورة كرتونية يوجد فيها كمية كبيرة جدا من السكر وقليل من الماء، وجعلنا أعلى هذه المحلول الغليظ، جعلنا أعلاها شبكة لا يستطيع النحل أن يأكل كل المحلول، بل يأتي إليها ويتجمع عليها، ومن ثم يذهب من غير أن ينقص المحلول في مستوى محدد. وهذا يجعل النحل ويجعل هذه الرائحة من المحلول يجعل النحل يوميا يأتون إليه ويذهبون، حتى وإن لم يستطيعوا أن يأخذوا منه فإنهم يحاولون ولكنهم لا يستطيعون، أو يستطيعون أن يأخذوا منه شيئا ويذهبون، وهذه يجعل من المادة أطول زمن بقاء ممكن في الصندوق، ولا يجعلك أن تفتح كل فترة الصندوق وتدهن الدهان من الأبجار أو الليمون عليه مرة أخرى. وتستطيع أن تجعل في هذه المادة قطرات من ماء الليمون مثلا، هذه ليمون، عصير الليمون، تستطيع أن تجعل فيها قطرات
لأن النحل يحب الأحماض في هذه الأوقات كما قلنا. أو تستطيع أن تضيف إليه قليلا من خل العنب، والخل أيضا من الأحماض وينبعث منه روائح طيبة جدا، ويجعل النحل يأتي إليه بسرعة ويأخذ منه. نفس الفكرة، أي طعام تستطيع أن تجعل في الصندوق كتلة من الكاندي الصلب حتى لا يستطيع النحل أن يأكله بسرعة، كتلة من الكاندي الصلب تجعله في الصندوق، والصندوق إن كان يحتوي على شمع قديم أو لا يحتوي فهذا يرجع إلى النحال أو الأخ الذي يحب أن يصطاد طرود النحل. فإن كان فيه براويز من الشمع القديم فهذا جيد جدا، وإن لم يكن فيه الشمع القديم فيكتفي بهذه الأشياء المحاليل والأغذية والروائح ويتوكل على الله ويغلق هذا الصندوق ويجعله فوق شجرة، ويستحب أن يكون في مكان ظل، وسوف نريكم هذه أيضا. وكما قلت هنالك إخوة يريدون أن يجربوا أو يهتموا بأشياء أخرى كهذه مثلا، يمكنكم كل الإخوة يمكنهم أن يتعرفوا على هذا الشيء. إنه علب بلاستيكية مليئة من العسل، هذا العسل لا يهم إن كان أصليا أو يحتوي على سكر، النحل يأتي إليه ويتجمع عليه. نفس الفكرة أيها الإخوة، تجعل تفتح هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة علب، تفتح هذه وتبقي هذا الشبك عليه، إن استطاع النحل أن يأخذ منه كمية فإنه يأخذ منه كمية، والباقي يبقى فيه لأن هذه الشبكة سوف تمنعه من الأخذ. وماذا نستفيد في هذه الحالة؟ نستفيد في هذه الحالة مثلا أن النحل لا يمل من المحاولة ودخول هذه الخلية أو هذا الصندوق أو هذا الكرتون بشيء كهذا، نجعله هذا صغير لا يغطيه بالكامل كهذه مثلا، نجعله فوق العسل ولا شيء يجلب النحل أكثر من العسل، فنحن أتيناكم من الآخر، هذا عسل ولا يستطيع النحل أن يأكله، وبسبب هذا العسل في كل يوم يأتي نحل ويدخل إلى الخلية وإلى الكرتون ويخرج منها، وهذا يجعل النحل يتعرفون على هذا المكان وهذا الصندوق، وإن كان هنالك طرد فإنهم سوف ينتخبونه إن كان لك حصة من النحل. وهذه أفكار يمكن لأي أخ أن يطورها. كما قلت لكم، السكر المتصلب، الكاندي المتصلب، أي شيء يمكنكم أن تجعلوه داخل الكرتون والنحل يجتمع عليه ويحبه فلا تبخلوا عليه، لأن هذه الأشياء لا يكلف أي شيء. انظروا أيها الإخوة، هذا النحل مجتمع عليه ويحاول ولكنه لا يستطيع. ويمكنك أيضا إن كان عندك برواز كهذه،
هذا لا ينفع النحال بشيء إلا إن استعمله لصيد الطرود. إنه شمع قديم يجلب النحل عليه العكبر كما تشاهدون، عليه العكبر ورائحة الخلية وروائح النحل وآثار النحل وكل شيء يذكر النحل بالعمل واتخاذ هذا المكان منزل. نجعل هذا البرواز داخل الخلية ونربطه من هذا الجانب ومن هذا الجانب، نربطه هكذا، هذا يكون بالأخير، ومن هنا تكون فتحة السروح، ومن ثم نغلق عليه نغلق عليه ونذهب به إلى أي مكان لدينا فكرة عنه أنه فيه نحل وفيه طرود، سواء كان في الخارج أو في الداخل أو في أي منطقة أنت تعرف أن فيها نحل، هنالك نحل يذهب إلى المياه حتى وإن كان نحلا بريا، يجب أن يذهب ويتردد على مصادر المياه سواء كان عينا أو نهرا أو بركة أو واحة أو أي مكان يوجد فيه ماء يوجد فيه نحل حتى وإن كان في الصحراء. يكون المكان في جميع الأحوال مرتفعا بمقدار متر، يفضل أن يكون مرتفعا لأن النحل يحب المكان المرتفعة التي لا تصل إليه المتطفلين من الحشرات والزواحف. وكما ترون أيها الإخوة، ربطنا الصندوق، وهنالك ملاحظة أخرى، يجب أن يكون رأس الصندوق أخفض من مؤخرته. انظروا أيها الإخوة، نربط الكرتون بشكل إذا أتت الرياح أو الأمطار فإنه لا يؤثر عليه أبدا. هذا ما كان لدينا في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.